تخلي البرفيوم لونج لاستنج ويستمر لاطول فتره ممكنه. اول حاجه طبعا ان احنا لما نيجي نحط البرفيوم نحطه على اماكن النبض، كان النبض زي ورا الودن وعند طبعا الرقبه وعند الريستس من هنا، تانية الايد وتانية الركبه. من اكتر الحاجات ومن اكتر الحاجات اللي اتقالت هي ان انت تحطيه على البتروليوم جيلي او الفازلين، ده بيدي البرفيوم برايمر ان هو يثبت فيه، فبيخلي فعلا ريحته اطول. سلام بقى لو رطبتي جسمك بعد الشاور كده بفازلين او بودي اويل ورشيتي البرفيوم، ده طبعا بيخلي الريحه كمان اقوى وبيخليها احلى. اذا تضعفي الريحه بتاعتك طبعا تستخدمي مخماريه وفوقيها البرفيوم. انا بحب المخماريه دي من جولي اسنس، ريحتها حلوه اصلا، وممكن كمان تستخدمي البرفيوم يكون نفس ريحه المخماريه. صدقيني ريحه البرفيوم هتفضل عليكي لفتره طويله جدا. طبعا لو انت حد بتحرك كتير انصحك ان انت تحطي البرفيوم على اللبس، ده بيخلي البرفيوم كل ما انت تتحركي طول ما البرفيوم هيبقى موجود في الامبيانس بتاعك. لو عندك اي نصيحه او اي هاك لينا اكتبيها في الكومنتس عشان البنات تستفيد.